SketchUp يعتبر great tool إذا بتشتغل في مجال الarchitecture, interior design, landscape design أو any engineering field in general. يتميز أنه سهل الاستخدام, يعتبر من أكثر البرامج اللي يمتلك user friendly interface مقارنة بباقي برامج الإخراج والmodeling. في كثير tools وactions ممكن نتعلمها, وهذا الهدف من هذه السلسلة إنه نتعلم كل التولز الأساسية في السكتشوب, وفي النهاية يكون عندك أساس قوي تقدر إنك تبني فيه your 3D models. خلال هذا الدرس بنتعلم التالي: التمبلت, اختيار التمبلت المناسب, اليوزر, اليوزر انترفيس, التول بار, الأكسس, الكاميرا فيو, بنتعلم الأوربت والبان تول واللوك أراوند والووكينج أراوند للموديل, وكمان الكاميرا سيتينج. بداية بس حابة أطلب منك إنك تسوي لايك أو سبسكرايب وتفعل الجرس إذا تحب تدعم القناة. يلا نبدأ. أول ما تشغل البرنامج بيطلب منك إنك تختار التمبلت. التمبلت بتختلف في الكالر باك جراوند, في الإج ستايل, في اليونت إذا بتشتغل متر سنتيمتر أو إنشز. إذا ضغطت الهارت آيكون على أي واحدة من هذه التمبلتس بيكون كذا انك اخترت الديفولت تمبلت, فكأنك بتقول انه انت دائما بتشتغل بهذه اليونت, وتقدر تشوف التمبلتس الباقية من هنا مور تمبلتس, تقدر تختار اللي يناسبك. اذا ضغطت دبل كليك على التمنيل عشان نبدأ. بعد ما تفتح الملف طبعا تقدر تغير التمبلت من قائمة الويندوز, ريفرنسز, بعدها التمبلت, وتقدر من هنا تغير. هنا في التوب فيها متشابهة زي بأغلب البرامج. في الفايل تقدر تشوف نيو وأوبن, سيف, سيف آز, إمبورت وبرنت. في قائمة الأدت في الكوبي بيست, هايد, أن هايد. في الفيو في لست أوف تول بارز, نفتح التول بار نختار اللارج تول سيت اللي هي بتكون هنا. في لما تفتح البرنامج أول مرة ممكن ما تكون موجودة, تفعلها إنك تضغط عليها check and check, بتكون هي على اليسار وتقدر تغير مكانها. وآخر شيء هو قائمة الهلب منيو. تحت هذه drop down menus في هذه tools مع الآيكون اللي بنشتغل عليها. بعدها هذا المساحة اللي بنشتغل عليها هي اسمها viewport. بعد آخر شيء في اليوزر انترفيس هنا تحت على اليسار يحتوي على تاج يعطيك information أو useful hint أثناء الشغل. مثلا لو استخدمنا البن تول تغير مكتوب select start point زي ما انت شايف هنا, فنبدأ start, بعدها تغير بيقول لك select end point or enter value, يعني يا اني اروح اسوي check او انه بديت, انه مثلا احطها 5 اكتب 5 M فخمسة متر. وهنا زي ما انتو شايفين على اليسار فيها الميجرمنت بوكس, نفس الشيء انك تقدر انك تبدأ ترسم وتشوف الرقم بيتغير معك, او انك تدخل القيمة طبعا على حسب التمبلت اللي اخترته بتكون في السنتيمتر, لانه احنا اخترنا الاركتكتشر سنتيمتر. لكن لو دخلت الفاليو مثلا تقدر تكتب 6 M يعني 6 متر وما في ما عندك مشكلة. بعد كذا فيها الخطوط اللي انتم شايفينها هنا على في الفيو بورد اللي هي الخط الاخضر والاحمر والازرق, هذه هي الاكسس او المحاور في السكتشوب وهم مهمين جدا في الرسم. الاحمر والاخضر هم المحاور الافقيه الهوريزونتال بلينز, والازرق هو المحور العمودي اللي بنتحرك يا اما ابس او داون. تساعد انك تعرف الاتجاهات والزوايا خلال الرسم, ورح نتعرف اكثر عليهم خلال التطبيق في البرنامج, بس لازم تنتبه وانت ترسم او تحرك اي شيء انت بتحركه بالنسبة لهم. احيانا يكون مفيد انه اغير الفيو للموديل عشان يتكون متوافق مع المحاور اللي تكلمنا عليها في سكتشوب, اسمها الستاندر كاميرا فيو اللي هي توب بوتوم رايت ليفت. نروح من قائمة كاميرا, بعدها ستاندر فيو مثلا فيوز, بعدها نروح مثلا للفرونت, وبرضو نقدر نغير من كاميرا نروح للبارل بروجكشن كأنك بتاخذ اليفيشن فيو. بنتعرف على اول أداة عندنا اللي هي أداة الزوم. هذا مكانها في التولز, وهذه هي شكل الايكون. نقدر نضغط عليها ونسوي دراج كليك ودراج علشان نسوي زوم ان وزوم اوت, نقدر نسحبها up and down.
وبرضه في طريقة ثانية في سكتش اب انه اسوي زوم باستخدام السنترال سكرول ويل، انه احط الماوس بس واسوي زوم ان واسوي زوم اوت بدون ما اضغط بس احرك. تعتبر فيها ميزة مهمة وهي افضل من الزوم نفسها، بحيث انه لو حطيت الكرسر على اي مكان وسويت زوم وتحركت يعني عليها وسويت كاني زوم بيجيني بنفس المكان اللي انا حطيت الكرسر او هذا السهم عليه. في زوم أداة ثانية للزوم داخل سكتش اب وهي تعتبر مهمة جدا. لو جيت ودخلت مكان أثناء الموديلينج وما قدرت أطلع منه، اسم لها زوم اكستند وهي نفس زوم تو فات اللي هي هذه الآيكون موجودة في التولز هنا، موجودة هنا وموجودة في قائمة الكاميرا، واختصارها على الكيبورد شفت شفت مع الزد، حرف الزد على الكيبورد. وتحت الكاميرا في مجموعة كمان من الاختيارات، مثلا الزوم ويندو بحيث انه لو ابغى اسوي زوم على شيء معين باستخدام الويندو اقدر اسويها بهذه الطريقة. واخيرا لو في جروب او كومبوننت، يعني مثلا هذه دخلت عليها وهي برضو جروب، ضغطت دبل كليك اخترت هذا مثلا نفس الشجرة وضغطت لفت كليك على الماوس، في زوم سيلكشن، زوم سيلكشن فسوى لي زوم على على الايتم او الاوبجكت اللي انا مختاره. فهذه اغلب الطرق اللي تقدر تسوي فيها زوم في سكتش اب على يور 3 دي موديل، اما من التول بار او اللارج تول سيت واليور ماوس والقائمه الكاميرا او الكاميرا ويندو، بتتعود عليها من مع الوقت وبتختار اللي يناسبك. لو بتتحرك في الفيو بورت علشان تشوف الموديل ممكن تستخدم الاوربت تول اللي هي هذه التول موجودة في التول هنا وموجودة هنا، تاخذها كليك ودراج في الماوس عشان تشوف الموديل. بتاخذ وقت على شوي ما تتعود عليها، لكن بتكون يعني بتتعود عليها مع الوقت. تقدر تستخدم يعني لو انت في اي تول انت معاها، لو ضغطت على السنترال سكرول ويل في الماوس بس ما تضغط وتشيل، لا ضغطة مستمرة في الماوس، لما تتحرك لما تشيلها بترجع لنفس التول اللي انت كنت تشتغل عليها. يعني لو كنا على الزوم وبعدها ضغطت الماوس السنترال ويل ضغطة مستمرة بعدها شلته راح يرجع لي على نفس التول اللي انا كنت بستخدمها. ومن التولز المهمة اللي تقدر تستخدمها to view your 3D model هي البان تول، وهي هذه علامتها الهاند ايكون في التول بار هي هنا وموجودة هنا، تستخدمها انك تضغط وتسحب كليك ودراج علشان تشوف ال 3D model من كذا اتجاه. اختصارها على الكيبورد حرف ال H لو نسيتها من كلمة هاند، هاند H علشان تجيبها. وبرضو تقدر تستخدمها او تقدر تجيبها من الماوس نفسها لو انت عندك هذه الايكون، لو ضغطت على السنترال سكرول ويل على الماوس مع الشيفت راح يجيب لك اداة الهاند، وراح لما تتركها راح ترجع لك الاخر اداة كنت بتستخدمها. ومن التولز اللي نستخدمها هي البوزيشن كاميرا موجودة في اللارج تول سيت هي هذه position camera، ونقدر نجيبها من الكاميرا ويندو لو احتاجتها، هي نفسها position camera تقدر تحط هذا الايكون وتضغط مباشرة يجيب لك على الفيو اللي تحتاجها. وتقدر لو انت تختارها هي هنا تحطها، لو تلاحظ على المجرمنت بوكس في هايت محدد هو حطه، بس تقدر تغيره بانك تختار اي قيمة تكتبها على الكيبورد مثلا 4 متر وتضغط ويجيب لك عليها. يعني تقدر تستخدم الديفولت فاليو او تقدر تكتب الرقم اللي يناسبك او تحدد القيمة اللي تناسبك. وبرضو ممكن احدد الدايركشن، يعني لو زوم اوت اخترتها اذا ضغطت وسحبت زي ما انتم شايفين في البداية والنهاية وتركتها، ونقدر طبعا نحدد القيمة. بعد ما
نستخدم البوزيشن كاميرا نلاحظ انه تغيرت الايكون ثانيه، يعني مثلا من هنا تغيرت هذه الاداه. هذه الاداه اسمها او التول اسمها لوك اراوند، هي اوتوماتيك بتكون بعد البوزيشن كاميرا، تقدر تتحرك منها وتشوف الموديل. ممكن نختار هذه الاداه مباشره من هنا وبعدها نقدر نختارها ونلف ونشوف الموديل من كل الاتجاهات، وبرضه نقدر نجيب هذا التول من قائمة الكاميرا، هي هنا look around أو اختصارها control Q. والأداة الأخيرة هي هذه الأداة، هي walk، نقدر نحطها ونمشي نتحرك فيها. الآيكون حقها تقريبا 2 feet، يعني بس كليك ودراج. وبرضو نقدر ناخذها من الكاميرا ويندو، هي ووك، هي هنا. وكذا نكون خلصنا الدرس اليوم، يعتبر مقدمة بسيطة للبرنامج اتعرفنا فيه على السكتش اب انترفيس، التول بار، الفيو، الكاميراز، الزوم، الاكسس. لو في اي سؤال او استفسار تقدر تتركه لي في التعليقات، وفي الدرس الجاي ان شاء الله بنتعلم ادوات السلكشن، الموف، الاري، والكوبي، والسكيل، وغيرها من الاكشنز المهمة. واخليكم هنا في امان الله.